رفضاً للعقوبات الإسرائيلية بحق الأسرى. الأوضاع في سجون الاحتلال الإسرائيلي تشهد منذ أيام خطوات احتجاجية متصاعدة، احتجاجاً على العقوبات. حلت جميع الهيئات التنظيمية في السجون، الأمر الذي صعب التواصل بين الأسرى ومصلحة السجون. من أبرز الإجراءات العقابية بحق الأسرى تقليص أعداد الأسرى الخارجين إلى الفورة وتقليل عدد ساعاتها، إضافة إلى نقل الأسرى المصنفين خطيرين بين الغرف كل 3 أشهر وبين الأقسام كل 6 أشهر، ونقلهم من سجن لآخر كل 32 شهرا. مؤخرا جرى الاتفاق على برنامج نضالي موحد لجميع الفصائل باسم الحركة الأسيرة للاحتجاج على هذه الإجراءات وإجبار الاحتلال على العودة عنها. فإذا لم تستجب الإدارة لمطالب الأسرى بإلغاء هذه العقوبات، فقد يذهب الأسرى إلى إضراب مفتوح عن الطعام خلال شهر مارس آذار المقبل.